مساء الخير، حياكم الله ويا هلا بيكم بحلقة جديدة من برنامجكم الجماهيري، برنامج كلام الناس. ونحن نتجول بكاميرا كلام الناس بمناطق بغداد ومحافظاتنا العزيزة، نلتقي بهموم كبيرة وهنالك لوعة أكبر لدى الكثير من الناس، فعليه هنا الدور الإنساني والوطني بالوقوف بجانبهم. اليوم لدينا بالإضافة إلى هذه المهمة الإنسانية نجم كبير، صاحب علامة فارقة، صاحب رسالة عميقة. هذا الإنسان هو نجم بكل مرحلة، أكثر من 50 سنة عطاء، ولكن بكل فترة إلى ألق ورقي ومواصلة مع كل الأجيال. نجمنا اليوم، حياك الله. أشكرك. أنا مرت أقول اسمك، صورتك أكبر من كل شيء. أشكرك علاوي. أنا أرحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وخصوصاً بهذا البرنامج الرائع اللي هو اسمه كلام الناس. الله يعزك. أنا اليوم يعني صاحب حظ كبير، مو صحيح؟ أنت ما تسوي لقاء؟ أبد، ما أدري أنت شو مسوي لي. لا، هو أنا علاقتي بالشرقية يعني علاقة متميزة، وأعتبر نفسي يعني من مؤسسين قناة الشرقية. نعم. وأفتخر ودائما أقولها بأنه أول عمل عراقي إدرامي بعد الاحتلال هو حب وحرب. نعم. اللي نفذناه وتم إنجازه قبل بث قناة الشرقية. فمن بث القناة فكان هذا المسلسل جاهز، وهو أول مسلسل عراقي يعتبر بتلك الفترة. فعلاً إحنا كنا نشوفك ووراك أرتال أمريكية، وبعدها الأمور ساخنة. كنا يعني كنت تتوقع أن هذا راح يلاقي هذا الصدى، خصوصاً بهذا العمل، هي لحظة الانطلاقة على العالم بتواجد الساتلايت. يعني شو تتخيل أن هذا راح يحقق يكون الرقم الأول بالعراق والوطن العربي؟ لا، هو طبعاً أنا قبل هذا المسلسل يعني عندي أعمال مؤثرة وإلها صدى عند المشاهد، وخصوصاً أنا ما أعمل أي عمل إذا مواثق من عنده بأنه ينجح ويحقق جماهيرية كبيرة. يعتبر أصعب الأعمال اللي أديتها هو أسهل الأعمال، أسهل القصص، أسهل المواضيع، بس يعتبر أصعب الأعمال لأنه الظرف اللي أدينا به وسجلنا هذا المسلسل، طيارات الأمريكية، الدبابات الأمريكية، وهاي أنا وسيارتي، هاي العقروقة اللي سميناها، اللي إحنا نسميها العقروقة، العقروقة إيه، اللي الزابق بين الدبابات، اللي سماء بغداد ما كانت تهدأ من أصوات الطائرات السمتية. فكنا ننتظر بين طيارة وطيارة هذا الفاصل احنا نسرع نأدي مشهد. بيساعة كان حضرة التجوال بوقتها؟ احنا كنا نتجمع ببيت واحد، والمسلسل انعرض بالخليج. نعم، وهو كذلك انا اللي لا طبعا هم بالخليج شافوه من خلال الشاشة الشرقية. ايه، اقصد هو وصل صدى عربيا من خلال الدول الخليجية اللي قلت لك، يعني هو لاقى صدى جدا واسع. احنا اليوم ما نستثمرك، نستغلك، لأنك أنت ما تطلع لقاء. والله ما أدري شلون طلعت بهذا اللقاء. احنا اليوم سعيدين جدا. الأستاذ قاسم الملاك، يعني هو حقيقة لديه قناعة خاصة قليل جدا، بل هو أصلا رافض قضية اللقاءات، ولكن هنالك أسباب حتمت عليه بالظهور. السبب الأول، نحن اليوم لدينا مهمة إنسانية لخدمة أهالينا. ثانيا، الأستاذ قاسم هو ابن بار لقناة الشرقية. وعلى طاري الطيارات، هاي طيارة هم موجودة، بس هاي طيارة عراقية مو أمريكية. احنا نذكرك. اي والله نفس الشيء. هيجي زي هشون بالتصوير توقفون؟ نوقف. توقف ونعيد. احنا ما راح نوقف. هذا شاهدنا ويانا، حتى يشوفون الناس.
نتصور بالضبط نفس الموقف، ننتظر ينتهي الصوت. طبعا هي الطائرة الأمريكية تدور بهاي الفترة اللي تبتعد بيها، نصف الدائرة اللي توصلها، احنا نكمل المشهد. مجرد ان يمكن نص المشهد او ربع المشهد ترجع مرتلوخ الطيارة، فاحنا نتوقف. يعني تتسارع ويا الزمن. بالضبط. الله يعينكم. عموما احنا عندنا مهمة انسانية، هل لديك الاستعداد على هذه المهمة؟ نتجول باكثر من منطقة حتى قدام الناس، راح نواجه ازدحامات، راح يدخل علينا الليل، راح نكون باكثر مكان، عندك هذا الاستعداد؟ أنا كل مسلسلاتي إنسانية، وهو كذلك، وأعتقد هذا يعني من أجمل المشاهد اللي راح أصورها، ولو أني ما أعرف الأحداث. نعم. اللي راح نوصل لهم الجماعة هاي العوائل، بس ماكو أجمل من الأمور الإنسانية بهذا البلد. نعم. عموما إحنا وين هسه؟ إحنا هسه على شارع أبو نواس، أبو نواس. على نهر دجلة. يا دجلة الخير، يا أم البساتين. الله. اللي يجي أبو ناس لازم شو يسوي؟ يا أما هو وحبيبته، يا أما ياكل سمك. إي بس ناكل سمك. أنت اختار وحدة. أنت شو تقول؟ ناكل سمك، ها؟ إي بتغدي لو ما بتغدي؟ أني؟ أنت قلت لي لا تتغدى فما تغدي. خلاص خلاص خلاص، إحنا اليوم كسرنا حتى قوانينك اللي أنت معتاد عليها، لأن أنت هذا بعدين راح نسولف بيها. يلا توكل على الله. يلا توكل. استاذ احنا طريقنا رايحين ناكل سمك، خلينا ندردش شويه. كل ما ندردش ونمشي زايد حتى نجوع وناكل سمك. انت اكيل من النوع؟ لا مو اكيل. لا مو اكيل. شلون نظامك؟ يعني قنوع بالاكل، اي شيء يجي يمي اكل، واكل وما اشبع. يعني حلو. افضل شيء هو هذا. هذا من عوامل اللي انت تريد تحافظ على صحتك، ان انت تقوم مو شبعان. مو بس هاي، انا من وقت انت من تخابر تقول لي شو وقت اخابرك؟ تقول لي بثماني انا نايم. بثماني نايم بايش الساعه اقعد؟ الساعه خمسة. الظهر لازم انام نص ساعه. قرض فرض. لذلك 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 ايه مقاوم بهاي الحياة. لا، وانت تمتلك وسامة وتمتلك نين. انت استاذ قاسم كل اعمالك ميدانية وبها حركة، احنا نشاهدك انت ما شاء الله عليك تلعب رياضة، لو انت فقط هاي الاشياء هي اللي محافظة على لياقتك. لا امشي زايد. كيف التعامل مع جنابكم من قبل الحكومة السلطة باقي البلدان، مثل رمز فني كبير مثل أستاذ قاسم؟ يعني دائما هم يحتاجونك، دائما هم اللي انت تساهم بكثير من الاشياء اللي تغير بالواقع. شوف، من صارت الحرب العالميه الثانيه، المعسكر الاشتراكي والغربي سووا ملاجئ خاصه للرموز الفنيه الثقافيه. هذه الملاجئ بها حمايه للانسان اكثر من الملاجئ الاخرى، هذه خصيصا للرموز. انت بسهولة تسوي طبيب، دخله كلية، تخرج من الطب، يدرس الماجستير، يدرس الدكتوراه، دزه خارج العراق يصير جراح كبير. ايش قد ما تتمكن من الأطباء تقدر تخلق بالدراسة، بس ما تقدر تسوي مثل الجواهري، ولا تقدر تسوي فنان مثل سليم البصري أو طعم التميمي أو وجيه عبد الغني أو فنانين الكبار اللي راحوا خليل شوقي وبدري حسون فريد. اللي راح انتهى. فالفنانين دين قرضون، خصوصا الرواد اللي يمتلكون المدرسة الفنية الحقيقية، انقرضوا وانتهوا، بقوا كم واحد. فالدولة نهائيا ما تحترم رموزها. ورد أقول لك بصراحة، الحكومة اللي ما تحترم الرموز هي ما تحترم نفسها. لأن كل بلدان العالم يهتمون برموزها، يتباهون بها قدام الآخرين، قدام الدول الأخرى. بس إحنا مع الأسف، أذكر لك حادثة، يعني أنا حزة بقلبي فنان وما أريد أجيب اسمه، ونجم وبارع ومثل على المسارح العربية والعالمية، يصعد بالكير
يقول لي ما عندي فلوس أن أركب تاكسي حتى أروح إلى الصيدلية أو أروح إلى الطبيب. أستاذ سامي قفطان هو اللي طلع وذكرها، يعز علينا. أنا مرضت أن أحكي، وطبعا المشاهدين يسألوا القاعدين بالكية يسألوا أستاذ سامي ما عندك سيارة؟ فهو يأخذها بضحك، لا والله أنا جيت حتى أتقرب من الناس. هذا رمز من رموز العراق، ورموز كثيرة مثل سامي راحوا وانتهوا وتوفوا ولا أحد درى بهم. ما تطمح لمنصب بعد هذا العطاء الكبير، بعد هذه النجومية العالية؟ ما شفتك مثلاً في اليوم رئيس شبكة إعلام، مثلاً أشوفك مدير دائرة سينما مسرح، أنت ما تطمح لها؟ لو هي ما توصل لك، لو شنو قناعاتك؟ أنا أولاً ما أطمح لها، لأنه أنا أكثر من 35 سنة مدير المسارح العراقية. نعم. بس من كانت مسارح عراقية، يعني دائرة السينما والمسرح كان عندها مسرح الرشيد، مسرح الوطني، مسرح الخيمة، مسرح المنصور، مسرح الاحتفالات. أنت الآن هاي المنطقة الخضراء اللي ورانا اللي ما تقدر توصلها وتصور أي مشهد إلا تأخذ موافقات من مصادر عليا، هذه بيها مسرحين من أجمل المسارح، الفنانين العرب كانوا يجون يعرضون عليها، ومن يطلعون يروحون إلى بلدانهم منبهرين منبهرين يحجوا. هذا مسرح الرشيد انترك عبارة عن هيكل، و15 سنة انتوا تطلعون وتناجدون وتطلبون وتلتقون، و15 سنة كم حكومة وحكومة راحت قدرت هذا مسرح الرشيد تسوي مسرح؟ يعني احنا الان من نفوت من يم مسرح الرشيد اللي هو قبال فندق المنصور ميليا ما نقدر نباوعه، تتألم نبكي. وانا طبعا طلعت بمسلسل حب وحرب اكو مشهد للمجانين تذكروا هذا المسرح، وطلع الفنان مناف طالب وقال شلون كان يمثل على هذا المسرح، والمسرح الان عباره عن هيكل، هيكل عظمي. شلونك ويا السينما خصوصا انت كنت من فرسانها؟ الان ماكو سينما، سينما متوقفه. يعني كان بالاول اكو صالات للعرض، الان الصالات تحولت كلها الى مخازن مال تايرات وحش اللي يسمع مال احذيه، واي سينما ما موجوده. انت من تسوي فيلم سينمائي وين تعرضه؟ سابقا كان معمل تحميض الافلام السينمائيه، الان ماكو هذا المعمل، فالفيلم السينمائي مكلف. مكلف ليش مسويتوا مهرجان وتجمعات وصرف عليها مبالغ؟ فشلت كلها لانه طريقه غير مدروسه، راحت كلها فشلت، والافلام اللي تقدمت اكثرها يعني ما تركت ذاك الصدى الفني الكبير. طيب اسالك سؤال اخير ولو جعنا احنا. طيب. بس انت ذكرت المرحوم الاستاذ عبد الحسين عبد الرضا. أيه. اكو ميزه عند الفنان الكبير النجم عادل امام، وميزه عند الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا، وميزه احنا عندنا بالعراق عند الاستاذ قاسم الملاك، ان ماكو ممثل ينضم لعمل بطولته هذه الاسماء اذا مو هو يختار الممثلين. دائما اعمالك انت تختار الممثلين، على اي اساس تختارهم؟ شنو الاسس اللي انت تنطلق من عندها حتى يكون وياك؟ يعني الاعمال اللي قدمناها على قناه الشرقيه، يعني اني اما كاتبها مؤلفها او مشارك في تاليفها، وما اوزع الادوار وحدي. اني احترم راي المخرج، اعتبر المخرج هو سيد العمل بالاتفاق مع المخرج. بس دائما انت اللي توافق او لا توافق؟ اكيد اكيد. ليش؟ اولا اني مقل، اني مقل بالتقديم الاعمال الفنيه، يعني يمكن ما تصدق، يعني ورا النسر وعيون المدينه اللي صار له اكثر من 30 سنه اني مقدم حب وحرب. انظر كم سنه، سنين، ولو هاي الفتره انا كنت متفرغ للسينما. يعني الاعمال السينمائيه اكثر شيء بالسينما. 96 تقدمت مسرحيه، كانت مسرحيه اي العالم في ليله، والمسرحيه اخراج الاستاذ محسن العلي، الباب العالي. بس بالسينما يعني الاعمال اللي اشتغلتها اعمال جماهيريه وانعرضت داخل وخارج العراق،
وحققت يعني إيراد كبير للسينما إلى دائرة السينما. فعلا. 6 على 6 فايق يتزوج، 6 على 6 إخراج للأستاذة خيرية المنصور. فعلاً هذه الأعمال. إذن أنت لأنك مقل تحافظ على طريقة ظهورك، لازم يكون اللي يشترك وياك. أكيد. مو كلهم نجوم؟ كلهم نجوم. يعني محمد حسين عبد الرضا نجم. نجم. نعم الربيعي نجمة. ميلاد سري نجمة. كل اللي اشتغلوا وياي هم نجوم. ما تضيف إلى نجوميتهم لهم يضيفون لعملك. عملك دائماً. واحد يضيف للثاني. أنا إذا طرف مقابيلي ممثل ضعيف راح أكون أنا ضعيف. فأني آخذ قوتي من قوته وهو يأخذ قوته من قوتي. فعملية متبادلة. ما ممكن أنت ما تحب واحد وتروح تسافر وياه من هنا للبصرة. راح يصير الطريق عندك سنة. يعني أنا إذا ما أحبك ما أجي أسوي لقاء وياك. أنا أموت عليك. لأنه راح يصير اللقاء فاشل. أنا محبك على فكرة. أنا أول بدايتي هي من 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 إشرافه وتوجيهه، هذا أستاذنا وكبيرنا وحبيبنا اللي نتعلم من عنده، اللي نتأمل في يوم من الأيام يحسون بقيمة الفنان الكبير. أنا أتمنى أشوف له نصب، أتمنى أشوف له ملتقى باسمه، شارع باسمه، فنان أنطى وفنان قدم، والله يحفظك لنا. نروح ناكل؟ يلا. أسبوعيا؟ لا يعني شهر مرة. يعني مو سلمان. وهاي وصلت السمكة أستاذ قاسم. أنا أحب السمك بدون خبز. هو يتمن أطيب. ويتمن أطيب. هذا التمن أحمر. إيه. بس الساعة غداك؟ أنا تخربطت اليوم. أنت بالعادة؟ أنا ساعة واحدة ونص. أكو أشياء ممنوعة، ما ممنوع موصيهم بالبيت ممنوع. كل شيء أكل. ما عندك الدهن، الملح، الشكر؟ لا أكيد الدهن طبعاً. الشكر ابتعد من عنده.
الملح القوي ابتعد من عنده محافظ يعني، بس كل شيء اكل عندي ماكينه تسحق. الله يعزك. بس انقصها يلا. بحياتي ايه يعني مثلا ما اقدر اصعد منطقه عاليه ليش؟ بصير عندي دوران. اها ما اشرب شاي مدهر. لانه ما انام، اذا اشرب شاي الظهر انا بالليل ما انام. اها فاكو امور بحياتي غريبه يعني عند الاخرين ما موجوده. يقول لك اللي ما يشرب دواء مقل بالدواء هذه المنبهات تشتغل عنده اللي هي بالقهوة أو بالشاي. راح أقول لك إن شاء الله على ما يبدو أنت ما تشرب دواء. راح أقول لك إن شاء الله يمكن ما تصدقها، عمري كله ضارب أبرة يمكن لو مرتين لو ثلاثة. شفت أنا شلون جبتها عدلة؟ أنا ما أدري والله. عمري كله، أنا من أن أشيل كل شيء ما أستعمل. يعني حتى حباية مال وجع راس ما أستعمل، مال سخونة ما أستعمل. هي الطيب. وطبعاً هاي طريقة عالمية، مو أنا دا أقول لك إياها، اجتهاد من عندي. يعني مرة صار بالعراق نفير عام. الكوليرا انتشرت، صدقني انا ما ضربتها، الوحيد يمكن من الشعب العراقي، فما اضرب لا اوبر لا استعمل ادويه. احنا هسه صار علينا الليل راح نتوجه نروح لمنطقه اسمها حي المعامل، تعرفها؟ اي اعرفها. امتى اخر مره زرتها؟ قديم جدا. ايه بس ما زايرها بالليل، يعني اشوفها الروحة بالليل يمكن صعبه. مو صعبه ولكن يعني مأمونة هي؟ إن شاء الله مأمونة. زين أستاذ، قبل ما نوصل عندك محمد وعلي وعلا، كلهم أساتذة محترمين وأخوة أعزاء، كل واحد أخذ له خط في حياته، اثنين من عندهم ممثلين والأخت العزيزة أستاذة في الجامعة الأستاذة علا. نعم. إيش عجب خليتهم بهذا المجال؟ دائماً الفنانين ما يحبون أولادهم يكونون ممثلين، شو عجب خليتهم؟ أنا ما دخلت يعني بحياتهم اختياراتهم، بس تعرف يعني من أنا أطلع أصور خصوصاً بالأفلام السينمائية في أحياناً يجون وياي، يعني حتى بنتي علا اللي هي الآن أستاذة بالجامعة التكنولوجيا، طبعاً من كانت صغيرة كانت بالابتدائية، من اروح اصور احيانا تقول لي خل اجي وياهم، تجي ويا اخوانها محمد وعلي. بس علي ومحمد يجون بشكل مستمر يعني حتى من الصير عندي بروفا بالمسرح فهم يحضرون تلقائيا، هم اتجهوا الى خط الفن. امهم ما لهم علاقه؟ امهم ما لها علاقه؟ لا امهم رسامه. حلو. امهم رسامه بس ما لها علاقه بالتمثيل. علي من نجم من نجوم الشرقيه. ايه راضي بتمثيله؟ يعني انا عندي احيانا ملاحظات. ايه اقول له بالملاحظات
الكيت وكيت وكيت وكيت، بس مجرد أوصل له المعلومة إلى القرار. أنا ما أحب الممثل المكثار، يعني علي أحيانا يصير مكثار مسرح وتلفزيون، مسرح تلفزيون، بالتلفزيون يمثل في عدد من الأعمال، هاي أنا ما أسويها. أنا حتى اللقاء الصحفي أتحذر من عنده، اللقاء الصحفي مكتوب. صحفي مو المكتوب الجريدة أتحذر من عنده. تواصل مع الناس في بعض الأحيان تحسه صحيح، لو هذا مو صحيح بزر غبا تزدد حبا. إذا أنت يوميا طالع بالتلفزيون وطالع بهاي القناة وطالع بهاي القناة وطالع بإعلان وطالع بالفضائية التربوية وطالع بالفلان قناة وفلان قناة، صورتك معلقة بالشوارع، لا راح يبلك المشاهد، المشاهد راح يملك. بس أنا أقول لك نعذر إحنا الفنان العراقي، لأنه الفنان العراقي يريد يطلع معيشته. يعني أنا الحمد لله والشكر متقاعد، راتبي مكفيني، قاعد ببيت ملوك، ما عندي مشكلة اقتصادية، مشي نفسي، لذلك ماكو داعي أن أمثل في مكان أو في عمل مو مستوى الأعمال اللي أنا مثلتها أو اللي قدمتها. فلذلك حتى لو أقعد 5 سنين 4 سنين 3 سنين ما مثل عادي. مو لي أنا، إحنا هسه طالعين بالشرقية ولا أنا من الشرقية ولا أنت ابنها، شلون التعامل بالشرقية؟ لا التعامل أولاً يعني ما نريد نحمد مدير الشرقية العام اللي هو الأستاذ، طبعاً صديقي هو الرجل أستاذ سعاد البزاز، يعني إحنا نشأنا سوا في شبكة الإعلام كانت يسموها تلفزيون العراق، وعملنا داخل هذه المحطة، وبعدين هو من غادرها وطلع خارج العراق، تواصلنا مستمر. وأول ما فكر عند افتتاح القناة الشرقية أن يتعامل وياي لأنه يعرف قدرتي وإمكانيتي وما أريد أن أقدم. أنا الأعمال اللي أقدمها أنا أكتبها، والأعمال اللي أقدمها يعني ما أنسى شريحة من المجتمع، أخلي الطفل يحبها، المراهق يحبها، الطالب يحبها، الطالبة، الرجل الكبير، المرأة الكبيرة، لكافة أقسام العائلة. هذا جزء من كثرة مشاهدة الأعمال اللي قدمتها، يعني أكثر من 6 أعمال أنا قدمت بقناة الشرقية. بس العمل اللي أنا أكتبه، أنا رجل مؤلف مو محترف، أنا أصفن وأكتب. أنا أكره الأعمال اللي تكتب أو تمثل بين غرفة 4 جدران، أنا أحب الأعمال رغم صعوبتها أن بالشارع أشوف الرصيف وأشوف البيت وأشوف الشورجة وأشوف الناس وأشوف يعني هسه هذا اللقاء اللي سويناه عندك أمتع من ما إحنا قاعدين بأربع جدران. بالضبط. نمشي شفنا ذول الثنين اللي قاعدين، الناس البسطاء اللي دي يأكلون، يعني يكون أمتع حتى المشاهد، عينه ترتاح المشاهد من يشوف فضاء، صح، مو مثل قاعد في غرفة محصور بين 4 حياطين. شو تريد تسوي بالأربع حياطين؟ يعني العمل تحسه مهني أكيد. الحمد لله وأنت كذلك أهلا لذلك. أنت قاعد تشوف صعوبة الازدحامات؟ هذه أسباب انقطاع الطرق وغلق الطرق بالصبات. يعني بغداد كانوا أكو للكرخي، بغداد مزروعة بتمر فلس وكل خستاوي، هسه بغداد مزروعة بصبات، شايف واحد كرزلة على قلبه، هي هاي الصبات اللي حايطة بغداد وشوارع بغداد. شلونك؟ أخبارك؟ طيب؟ الله يساعدكم، الله يساعدكم يا عمي. شنو هاي عمي؟ شنو هاي يلا احنا خابرنا هسه شخص راح يجي ورانا زين يتعرف عليك ونتعرف عليك احنا، والشرقية بخدمتك، والناس الطيبة واهل الخير بعدهم موجودين اللي دزونا عليك، الدنيا بعدها بخير. انت كلك خير. الله يعزك. والبزاز سعى للخير. الله يعزك. ونتمنى امنية من الله
فد أربعة خمس أشخاص مثل هيك نموذج. الله يعزك يا عمي، الله يعزك. رجل متطوع وعنده اندفاع وطني، مو من أجل مكسب ولا يستفيد من المقابل. احنا كل احنا نريد نخدمك يا حبيبي ونخدم أهلنا. تفضل. لا تفضل انت. تفضل بيتك. ويا كل احنا واحد عمي. كل احنا واحد. انتوا هسه عايشين بهاي الغرفة عمي؟ بهاي الغرفة. بس العفو لعد الصحيات وين هنا؟ أنا برا؟ برا. برا. والمطبخ هم هناك؟ ماكو مطبخ ويا الصحيات. ها والله. سلام عليكم. عليكم السلام. شلونك يما اخبارك؟ طيب ان شاء الله. شلونك بعد؟ شلونك ام منو؟ ام فاضل. والنعم والنعم. شلونكم اخباركم؟ الحمد لله. وين نقعد هنا؟ استريح. اي تفضل استاذ. علي الخالدي الى ابداع عظيم بالعراق. الله يعزك. لا عمي لا خدامك. ثانيا انت من تبكي بالبرنامج مالك احنا على الشاشه. انت هنا شاشتكم التلفزيون. يا ريت نقول والله العظيم يا ريت نلتقي بهم ونشوفهم انا وعدت اجي بس الوقت. السلام عليكم. عليكم السلام. باسم شلون الصحة؟ الله يعزك. ومرحبا مية تلي. رجعت شاب انا. رجعت شاب. الله يسلمك. استرحنا لك. والنعم منكم انه اخواني. الله يخليك. احنا انت حكيت قبل شويه. انت قبل شويه حكيت فد شغله. قلت اللي تجيبوه وتقدموه بقدها هي التعارف والناس. يعني استاذ قاسم يجي. يا حبيبي. ابو جميعه. لا صالب انا مو بجميعه. لكن انا متابعك على الشاشه. من طلعت الطلقه من راس الطفل. وبنيت بيت وكذا. شوف انا راح احكي كلام. واتمنى عبد المهدي غيره ربعه البرلمانيين يسمعونه. سعد البزاز شخص واحد. وما عنده شيء يدعمه غير الفضائيه مالته. لا عنده أمال طائلة ولا عنده سفن ولا عنده كذا. أنا أتمنى ووجه كلامي إلهم هذولي يطون بير واحد من النفط باسم سعد البزاز ليكون العراق يدوس مو على تبليط على ذهب. سعد البزاز إجا قبل رجل فقد العراق لكن مشى أكثر من ذاك الرجل سعد البزاز وهو عبد الكريم قاسم رحمة الله على روحه. يوم ما عبد الكريم قاسم يتفقد أحوال الرعية إجا الباب الشرجي شاف مصدر مال عمال الحماية مالته منه رئيس عرفاه كريم شرطي. قال له كريم شين هاي الهوسة؟ قال له سيادة الزعيم هذا مصدر. قال له ما ليش؟ قال له مال عمالة. قال له ليش ما يشتغلون؟ قال له ماكو شغل. حبيبتي قاعدي مرت شي. لا 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 قاعدي احنا بالتصوير. نعم. قال له إذا ماكو شغل شكو انا صاير رئيس جمهوريه وشكو زعيم. قال له ابو دعير الحل حلك. قال له انزل. قال له شقلهم؟ قال له اسالهم قول لهم كم مصدر ببغداد؟ وربط الحكي وين احنا؟ يم ابننا سعد ويم برلماننا الحرامي. عموما احنا اجينا انت قاعد تشوف الحاله اللي هم قاعدين بها. غرفه. هاكلكم هاي الغرفه؟ اي والله. اي كل احنا. اي والله. شلون تنامون؟ شلون تاكلون؟ واحد فوق الاخر. فوق ناس. شلون السكر؟ هاي ليه احلى نفسي؟ الله يعينك يا يمه، الله يحفظك والله يحفظك. احنا مالي يوم نقوم ولا عندنا واحد يعيننا، ايش نسوي؟ استاذ قاسم هاي الله يعينك يا يمه، الله يخليك يا يمه. جلطه وسكر، المهم نكمل حديثنا. قال له مصدر بالعلاوي ومصدر باب الشرجي ومصدر باب الشيخ، قال كل باكر تنجمع. تتذكر ما ادري انت يا مواليد، خبر حجي منيش كانت عنده اللوريات. والنيرنات 45 قال لها اريد ان كلهن حاضرات. سمعوا كلامي يا حكام العراق المتاخرين. المهم اجت العالم جمعها كلها طلع بها الجنوب العماره. طياره فوق والمدرعات تمشي وهو بسياره انسان بسيط. طلع بهم الهوري عماره قال لهم هذا البرد والقصب حشوا لي اياه كله. ايش تسوي سياره الزين؟ قال حشوه. بس ناس تسوي باقات وناس تحش. المهم ظل 45 يوم البرمائيات وين تنقل؟ المعمل ورق مال البصره.
وهاي الناس مستفادة. قال لهم اليوم نتحاسب، الهليكوبتر تنزل تمن ولحم، وعبد الكريم قاسم قاعد بالطين حالة من حالهم. قال لهم قد يوم يركم؟ قال 3 دراهم. قال أنا حاسبتكم على دينار، 45 دينار. ذاك الوقت 45 دينار تشتري بيه بيت. طبعا معمل الورق اشتغل، العمال استفادت، الناس ارتاحت، الما عنده كون نفسه. خلال يوم واحد وشخص واحد 366 نائب بالبرلمان، ما بيكم خير، وانتوا هسه اجيتوا على غفله وشفتوا حاله هاي الناس. استاذ قاسم، مع احترامي الاستاذ حبيبي عمي. حبيبي عمي، احنا ما جه قبل لك. اي انا اسالك سؤال. تفضل. عبد الكريم قاسم ايش قد حكم؟ 4 سنوات. ايش سوى من منجزات؟ نعم هواي سوى منجزات، حتى المفاعل النووي اله صحي كان. أيه. هو سوى 15 سنه قدروا يسوون اشاره ضوئيه تشتغل. استاذ قاسم، هسه احنا من جيناكم طولنا بالطريقه بحدود ساعتين. صحيح. يلا وصلنا، هم من الازدحام وهم من النقر، وكانما بدنا نصعد جبال، تنزل سياره بالنقر وتصعد بالنقر، تنزل ساعتين يلا وصلنا لكم. عموما عمي احنا جينا نسلم عليك، واحنا هاي المواضيع السياسيه ولهذا ما تنتهي ترى. لا ما تنتهي. احنا جينا نسلم عليكم ونتعرف عليك. 100 هلا. يعني اعتبر جيتنا هي تعارف يا عمي. احنا جينا نتعرف ونسلم عليكم، ويانا هذا الرمز الكبير الاستاذ الكبير استاذ قاسم. العراق. الله يخليك. الله يخليك. يما احنا وصلت لنا امانه لجنابكم، عسى ان هي هاي الامانه على راس وعيني، بس الاغلى من الامانه انتم. الله يعزك. والرمز الكبير. الله يعزك. انا من كنت شاب اتمنى اشوف والتقوا يا قاسم الملاك. الله يخليك. بعدك شباب؟ اي بعدني شباب. بس الزمن شيء هذا. صعد سوق النذاله ونزل ذاك السوق. ايه. وربح بيها الحرامي، ولي فرهد ولي حاسم ولي عارف يبو. وجمال الحرامي تحلف المبيوك، طلبه للفراضه يريد من حقوق. اهلا بالبرلمان. مشكورين مشكورين، نشوفكم بخير ان شاء الله. اللاوي. مشكور مشكور عمي، ونزورك ان شاء الله. مشكوره حجيه. الله يعزك خواتي. الله يعزكم. كلمه اخيره. اي لان احنا ورانا روحه بعيده جدا. الابن البار سعد البزاز. نعم. انا اقول له سعد، انت مو سعد ملك واحد، انت ملك الامه العربيه وخصوصا العراق، وانجزت ما انجزت، حكومه عزت عن انجازاتك اللي سويتها، بيوت بنيت، مستشفيات دخلت، عمليات سويت، بجهود علي الخالدي. لا عمي لا، احنا كل احنا عاملين لخدمتكم والله العظيم. كل احنا جين هو رجل واحد، اندفاع الوطني اقوى من الامه العربيه صار. شنو اللي دافعه يساعد هاي العالم كلها؟ لو اكو 10 نفرات بالعراق مثل سعد البزاز احنا بخير. الله يعزك يا عم. واتمنى من الله احنا ذول الشياب من اعمارنا على اعماركم. لا عمي احنا بخدمتك. لا 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 عمي الله يعزك. وقفت الايتام. مشكور. والارامل. مشكور. وهذا سعيكم مو يمي انا، الشكر من الله. الله موجود، الله موجود، وكل احنا سبب ان شاء الله نكون بخدمتكم يعني. ها استاذ الروح. الروح وفرصة حلوة شفناكم. شو ما شربنا شاي؟ احنا شوفتكم كفاية. ها استاذ وين وصلنا؟ هاي ساحة عنتر. عنتر بن شداد. فأكيد احنا بالعظمية. جميلة العظمية. أنا عندي ذكريات بالعظمية. كان معهد الفنون الجميلة بالكسرة. والقسم الداخلي مال معهد الفنون الجميلة كان بالعظمية. قريب من المقبرة الملكية. كل أصدقائي كانوا صار لنا ساعة نفتر. هلا بيكم. هلا بيكم. شقد صار لنا نفتر؟ والله على رجلي خضرت بالقاعدة بالسيارة. الله يساعدك. زين النوب النوب شنو؟ النوب 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 عطلت سيارة قبالنا. ايوه صحيح. اي والله شفتها. اي خطية شفتها. شوفي منو ويانا؟
قاسم الملاك، اهلا وسهلا بي، ونشرف بي. ليش ما نحبه؟ مسلسلاته الحلوه. اي والله اي والله. يلا وين بيتكم؟ يلا تفضل. اليوم كله بالدرابين. ها شوف صوب المويه شلون صورها. صورها تعال صورها تعال. يقول لك هاي الدرابين الحلوه. منو انتي قلتي لي؟ والنعم. السلام عليكم عمي ابو رحاب. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام. هلا شلونك؟ شلون علي مو؟ ايه مو اعرفه. شلونك؟ شلونك؟ شلون صحتك؟ عمي ابو رحاب. نعم. احنا قاعد نصور هسه. ها انا جاي مو وحدي. اي هلا بيكم. جاي وياي شخص بس ما راح اقول لك منو. اي راح نخليه يحكي وياك ونشوفك والله تعرفه لو ما تعرفه. ها خلينا نطب جو على المقابل. هلا بيكم. هاي والله موقفنا بالباب. هلا بيكم. الف هلا. وينك استاذ؟ السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسيم. اهلا وسيم. وسيم طيني بوسه. والنعم منك وسيم. شلونك وسيم؟ ما يشوف. وسيم ما يشوف؟ بشكل نهائي ما يشوف؟ حبيبي ها تفضل 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 وسيم هنا يمي تعال. شلونك؟ اهلا واحد. الله يسلمك ويخليك. شو صفنت؟ اي بس الصوت يعني. اي على الصوت ولا على الصوت. بس كبران كبران. شلون عرفتك كبران؟ تعال شفت. مو انا ما كنت صغير. ايه اتذكر اول مسلسل له مال عذابه. الله يحييك. مو؟ استاذ قاسم الملاك. والله يا بدر. استاذ قاسم والله مسلسل حلو. سريع سريع. سريع سريع. الله يحييك. تعالي اقعد اقعد وسيم خليك مكانك وانت قاعد حتى قاعد يمك. وسيم الانيق شنو هالاناقه هذه يا وسيم؟ شنو هالاناقه؟ الله يعزك. والله عمي لا هو شنو يقصد؟ والله ذكي. لا بس قلت له شلونك؟ صفن. ايه صفن يتذكر هذا الصوت وين سامعه. ايه بعدين عرف. ايه لا انا عذافه تتذكره. ايه كنت اشوف. شنو هاي عذافه؟ جرف الملح. مسلسل مسلسل. ايه شخصيه عذافه. ايه ايه عذافه. شو تذكر منه؟ والله من شنو تغسل بالطشت. ما الطشت مو صحيح. ايه وكان منو وياك والله اتذكر بس طعمه التميمي. ايه طعمه التميمي هاي مال اي حتى مال الجرف الملح كان. اي اي بس شلونك ابو رحاب؟ الله يخليك استاذ علي. شلونك؟ الله يعزك. شلون صحتك؟ ابو رحاب. نعم. متى فقدت البصر؟ والله بال 2006. شلون فقد؟ مو احنا الله يبعد عنك احنا يعني مرض وراثي داء الزرقاء احنا مي اسود يعني. اي ومنو عندك بعد فاقد البصر؟ هسه وسيم. ابنك وسيم؟ اي هذا وسيم. ما نشوف نهائيا؟ اي والله هاي صار له تقريبا سنه لان تعرف يعني. بعد ليش لابس نظارات؟ اتعود عليها ما يقدر. ما يقدر. اي يعني دربك تشوفه منو؟ انت من تمشي؟ لا انا كل شيء الحمد لله من كل شيء ما هسه مو هاي اضويه يجوز؟ اي كل شيء ما اشوف الحمد لله. الحمد لله. اي الحمد لله. بس الحمد. وسيم يعني على وسيم كاطفالي كلهم تقريبا ثلاث هسه احنا يعني بصراحه اتعلم هواي وصعبه عليهم. اي صح. يجوز احنا وقتنا حلو كان يجوز. وقتهم. بس وسيم اجى يعني هاي الحاله متاخر من وقت. لا انت متاخر. اي انا شنو متاخر. اي انا داريت نفسي وعمليات مسوي بال 80 بال 89 بال 2001. اي بال 2006 لا بعد يعني فقدت البصر. هسه انت بس قل لي كم واحد فاقد البصر انت وابنك؟ بس ثلاثه هسه. ثلاثه والبقيه هم يعني مناظر عندنا وسام هذا الصغير. اي يعني الخميس ان شاء الله موعدة بابن الهيثم. أيه. بس نشيكه وهاي هم يسووا لنا نوب عملية زرع عدسة. شلون عايشين عمي؟ والله يعني الحمد لله على الله مساعدات الناس هم مساعدنا والمنظمات نوبات هلال ما هلال. هذا إيجار؟ لا هاي مال وقف. يعني قاعدين. اي مال وقف السنة ما احنا مهجرين تدري. اي من الأنبار؟ من الأنبار نعم. الله يعينك يا حبيبي. عايش الحمد لله. الحمد لله والشكر. رجينا نسلم عليك. الله يسلمك. أستاذ قاسم جاي يسلم عليك. ألف هلا بيك وبأستاذ قاسم. شرفنا أستاذ قاسم. الله يخليك. وجينا نسلم على وسيم هذا الحلو. وسيم. هو وسيم واسمه علي. هو هم وسيم. ما
وسيم اسم على مسمى ابو طيبه ابو طيبه عشان ترتاح عشان هذا هذا منو وسومي تعال حبيبي شو اسم وسام ايه هلا هلا تعرفه عقب وسومي تعرفه ايه منو فوزي نعم بعد يمي بس لا تدمره تدمره خاف تدمره قمصلتك انت يلا تعال حلو هذا الخميس ان شاء الله سعد علي يعني نفتح له طبله بابن الهيثم هاي شوف هسه مناظره وحده شكل نزرع على عدسه بالعين الثانيه وان شاء الله يعني مده طويله يعني يبقى يشوف وجينا نسلم عليك الله يسلمك وهذه امانه وصلت لك يا عمي الله يخليك ان شاء الله نعم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتواصل وياك الله يخليك والله يحميك ويحفظك احنا نشكركم ونشكر جيدكم والساد قاسم يعني نتشرف بجي وجيدكم بس نطلب يعني من الله ثم منكم الدعاء بالله احنا عطشانين صار عجلان اليوم من عندك تعبناك ورحلة طويلة من مكان إلى مكان بعدين يمكن هذا التعب أنتم متعودين عليه لأن مشاهد هواي تصور وأنت دائما مشاهدك ميدانية ولكن التعب لما تشوف الناس بهذا الواقع يعني لا إحنا أعمالنا التلفزيونية كل اللي سويناه الآن ما يعادل كجهد وتعب يمكن مشهدين أو ثلاثة انت تصور بتموز او بآب تصور بالشبايش او تصور بصحراء صح فهذا متعودين بالعكس انا هذا اللي يخليني اشعر ديمومه حياتي عموما استاذ انا سعيد جدا سؤال اخير ماذا تتمنى ما بيترك اطلاقا يعني هو التمنى او اتمنى مو أمنية النفسي وإنما التمني إلى الناس إلى المجتمع إلى أهلي إلى بلدي إلى شعبي أتمنى أن نقعد من الصبح ومن نطلع للشارع ما نشوف زبل ببغداد أتمنى أن من نمشي بالشارع ما نشوف نقر وطسات إحنا ما نريد يبلطون الشوارع على الأقل يرقعوها يرقعون هاي النقر والطسات أتمنى أن نوصل إلى الفلك ما نشوف بها هاي الصور الكثيرة رموز سياسية ورموز دينية صدقني حتى هاي الرموز الدينية هم ما يقبلون أن تنشر صورهم ويشوهون مناظر بغداد نعتز بها هاي الصور هاي الصور لازم تكون بمكانها الأساسي بمكان مقراتهم الحزبية والدينية أن ما تكون بالشوارع وبالفلك لأنه هاي الشوارع والفلك هي لكل الطوائف للمسلمين والمسيحيين وإلى كل المذاهب وكل القوميات أتمنى أن أشوف هذا النصب العظيم نصب الفنان الكبير الخالد خالد الرحال أن يصير اهتمام به أن ما نشوف من هذا المرمر واقع نصب الحرية الآن أنت من تمر في أي محطة عالمية من أي خبر يصير للعراق يطلعون هذا النصب بس أنت الآن من نشوفه نشوف قطع مرمر واقعة هي راد لصيانة أتمنى أن الإشارة الضوئية تشتغل ببغداد يعني أتصور في الصومال الإشارة الضوئية تعمل 24 ساعة صار لنا 15 سنة لم نستطع أن نشغل هاي الإشارة الضوئية يعني معقولة هاي الحكومات الفاتت ما قدرت أن تشغل هاي الأضوية هي الصفرة والخضرة والحمرة أماني هواي علاوي بس منو راح يحققها إحنا نتمنى ونتمنى ونتمنى أن تتحقق جزء من هنا اللهم آمين ولو أنا ما عندي ثقة أن تتحقق إن شاء الله عسى ولعل وأنا أمنيتي أن الله يحفظك ويخليك إنه ف
فخر وعز ونعتز بيك، وحتما كل واحد من عندنا يتمنى كأمنيات الأستاذ قاسم الملاك. شكرا جزيلا أستاذ، تعبتك وياي. أشكرك. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة مشاهدينا الكرام، ألتقي بكم بحلقات أخرى، وإن شاء الله تكون مساهمات وتواصل أكبر مع كل أهالينا الأعزاء، ولكن على حب الله والوطن.